بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نسجد لك ونشكرك ونعظم أزليتك يا إلهنا العلي، يا من صنعتنا على شبهك وصورتنا على مثالك. نمجد خلاصك يا محب البشر، لأنك أحييتنا بصليبك في هذا اليوم، يوم الجمعة، وأعتقتنا بموتك. لقد شئت في البدء فخلقتنا في اليوم السادس، أخذت بيديك المقدستين من تراب الأرض وجبلت الإنسان، نفخت فيه نسمة الحياة من روح فمك، فتكون إناء عجيبا كاملا حسنا ومعرفة. ولما تجاوز الوصية بجهله وازدراها سلم إلى القضاء المبرم فالموت. ثم تنهدت إليك رحمتك أيها الحنان الرحيم، فسمرت يداك على الصليب من أجل خلاصه في اليوم السادس، يوم الجمعة المملوء أسرارا. ولقي وجهك التفل من الصالبين، وجنبك الطعن برمح إحياء له، فحاز الحياة والتجديد بالدم والماء الدافقين من جنبك الطاهر. بصليبك ربي أطفئ الحروب ولاشي الخصومات، بصليبك استأصل الانتقام وسكن الاضطراب، بصليبك حطم الكبرياء واقتلع العداوة، بصليبك رسخ كنائسك ووطد أديرتك، بصليبك طهر كهنتك وبجل شمامستك، بصليبك أعضد الشيوخ وعفف الشبان، بصليبك رب الرضع ونشئ الأطفال، بصليبك دبر رعيتك الساجدة لك الآن، تكرم آلامك، تعانق جراحاتك وتفتخر بصليبك. خلص شعبك وتمم لنا وعدك، افتقدنا بانبعاثك، وجدد مثالنا وألبس أجسادنا مجدك فنتألق بنورك، وأهلنا لبلوغ قيامتك المجيدة وميراث ملكوتك الأبدي، فنرفع المجد والشكر بلا انقطاع إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق الكرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة فوق كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين. كانت المرحلة الأولى منتأمل يسوع عم يحكم عليه بيلاطس بالموت. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. ربي يسوع بسمعك بقلبي عم بتقول حكم علي بالموت،
لأن الناس البشر قرروا يخونوا الحب، والخيانة بتوصل للموت. سقوني مثل خروف للذبح، صارت الجريمة تقدمي، وبالحكم علي سقط الحكم على كل البشر، عليكم أنتو. لذلك يا رب ازداد صوت الناس الفريسيين وصرخوا بالعالي وقالوا اصلبه اصلبه اصلبه، لأنه ما بريدوا المحبة تخلصهم. يا يسوع، أنا عم بحكم عليك بالموت وقت اللي برفضك بأفعالي، وقت اللي بفضل اللذة على الفضيلة. أرجوك ربي يسوع، أرجوك سيدي يسوع المسيح، بتمنى من قلبي هلأ بهالوقت إنك تحكم بالموت على كل شيء بيبعدني عنك، من ملذات، من أهواء، من كفر، من حقد، من ضغيني. أرجوك يا رب اعدمهم بذاتي، تكون كل إلك. أمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام. أمين. نفسها تلك الحزينة المرحلة الثانية، منتأمل يسوع حمل صليبه على كتافه. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. يا رب بسمعك بأعماق كياني إنك عم تقول لنا من الممكن إنه واحد يحمل صليبه، بس مين رح يحمل ألم الصليب لأجل الفداء ويمشي الطريق بدون تذمر؟ ربي يسوع، علمني أوثق إنك أنت إله حنون، حملت بكل حب صلباننا بكل. علمنا يا رب إنه ما نتردد بحمل الصليب، لأنه يلي بيحبك أكيد بيحب الصليب، لأنه يا رب الصليب جزء منك ما بينفصل، ونحن أولادك، نحن جزء منك وأنت فينا. فلذلك يا رب علمني أحمل الصليب بجدارة بقوة، وامشي معك درب الجلجلي من أجل فداء البشرية. بشكرك يا رب على كل نعمك. أمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. ارحمنا يا رب، ارحمنا، تسترح أنفس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام. آمين. يا أوجاع المهولة صادف تلك البتولة، أم فادنا الحبيب، آيتها أم قديسة، اجعلي جراحا وحيدا في قلبي منطبعا. المرحلة الثالثة، منتأمل يسوع وقع تحت الصليب للمرة الأولى. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. رب يسوع، صوتك دخل كياني كله وقال: انحنيت وسقطت على الأرض، أنا يلي بتنحني إلو كل ركبي بالسماء وعلى الأرض. رزحت تحت وطئة خطاياك يا إنسان بكل تواضع، حتى أرفع شأنك وتصير حر خالي من العبودية وبعيد. أنت يا رب قادر إنك تشفيني. صوتك يا رب قلي: أنت قادر يا إنسان يا ابني إنك تحط إيدك بإيدي تنمشي صوب الجلجلي صوب القيامي. اجعلني يا رب إني أعرف اسمع صوتك، وإني أعرف رد علي واطلب منك. بترجاك ربي ما تسمح لمغريات العالم، مغريات هالعصر من إنترنت، من فيسبوك، من ملاهي ليلية، من تجارب الشر، من إباحية اللبس والمعشر، إنه تموت روحي وتموت حبي. سيدي يسوع، أرجوك ساعدني، ساعدني بروحك القدوس يا رب إني أعرف حط إيدي الضعيفة بإيدك القوية بالرحمة، حتى كفي درب جهادي بالحب والثبات للانتصار. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام. آمين. كبدت الموتى من جراح ابن الحبيب،
المرحلة الرابعة منتأمل يسوع وقت التقى بأم مريم العذراء. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. ربي يسوع، شفتك أمك لا بهاء لك ولا منظر، أصمتك آلامك، حمنا بشفاعتها لأنه يا رب رغم خطايانا الكتيرة حبتنا أمنا مريم العذراء، رغم خطايانا يا رب أرادت العذراء مريم إنه بشفاعتها تخلصنا. سيدي يسوع، أرجوك أرجوك يا رب وقت يلي بتنهار عزيمتنا وبيخونونا البشر وبيبتعدوا عنا وبيحكوا علينا، علمنا يا رب إنه مريم هي رفيقة دربنا، هي المعاون لطريقنا صوبك، هي الأمينة لخلاصنا. يا رب علمنا إنه العذراء مريم هي شريكة الفداء، علمنا يا رب نعرف نحب بصمت، نعرف نخدم بصمت مثل العذراء، نعرف نعطي بصمت. ربي يسوع، بعد عنا كل حساب زمني كل حساب أرضي حتى نعرف نحفظ كل شيء بقلبنا لمجدك القدوس. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام. آمين. أي قلب ليس يبكي إذ يرى العذراء تشكي، حوز أحشى المذيب، أيتها أم القديسة اجعلي جراحا وحيدا في قلبي منطبعا. المرحلة الخامسة منتأمل يسوع عم بيساعد سمعان القيرواني بحمل الصليب. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. ربي يسوع، ها هي المرحلة يلي فيها بدنا نتعلم إنه الحب بيتجازى بالحب. علمنا يا رب روحك القدوس نعرف نبادل كل أعمال الناس بالحب، بالمغفرة، بالسلام. علمنا يا رب إنه التضحية هي يلي بتقول دايماً وبتثبت دايماً وبتدل على إنه هذا الحب الحقيقي، إنك أنت يا رب أعطيتنا ذاتك وبعدنا عم نسأل كيف ممكن نساعدك. علمنا يا يسوع إنه الخلاص بدون مشاركة بيكون ضعيف، وإذا ما كنا مع بعضنا كلنا متحدين بيكون في ضعف. علمنا يا رب، علمني يا رب
وعلم كل واحد منا انه يعرف يكفر بنفسه بجرأة وبكل قناعة، يتخلى عن ذاته حتى نقدر نكون يا رب عايشين مع بعضنا البعض باتحاد باسمك، لانه وحدك اللي بتوحد واسمك اللي ببارك وصليبك بقوي. سيدي يسوع علمني اني اكون عايش بنورك، بنور منك، حتى احمل الصليب مع كل انسان بحاجه اني ساعده بحمل الصليب. خلي يكون مثل القيرواني عم بعرف عين وانا ما بعرف لا انسان ولا حدا. خليني اعرف عين بدون ما اسال مين الانسان. علمني يا رب انك انت وحدك طريق الخلاص. المجد لك الى ابد الابدين، امين. ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. اعطنا خبزنا كفافا يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ الينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لان لك الملك والقوه والمجد الى ابد الابدين، امين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئه نعمه، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، أمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح أنفسي الموتى المؤمنين، برحمة الله والسلام، أمين. من يطيع مر المرحلة السادسة، منتأمل يسوع لما مسحت وجهه القديسة فيرونيكا. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. ربي يسوع، لا بهاء لك ولا صورة فننظر إليك، لا منظر فنشتهيه، مزدرا متروك من الناس، رجل أوجاع متمرس بالعاهات. قديش حلو يا رب، قديش حلو يا سيدي يسوع المسيح إني شوف مرة عم بتشق طريق بين الناس، حاملة منديل أبيض حتى تطبع علي حبك الأبدي بدمك يلي غفر ذنوبه وغفر ذنوب كل الناس. سيدي يسوع، أرجوك إنك تعرف تعطيني بنعمتك العظيمة، وأعرف آخذ منك سر حبك الأبدي تعطي للناس وأطبعه بقلب كل الناس مثل ما انطبع على وجه فيرونيكا وبقلبها وبحياتها وعلى منديلها. علمني يا رب روحك القدوس إني أعرف كون خادم أمين لكلمتك، إني أعرف كون خادم أمين لسر صليبك. علمني يا رب اني اتخلى عن ذاتي حتى اكون اعرف عم برسم صورة قلبك القدوس بقلبي المليان خطف وشر، مليان حقد وضغيني، مليان حسد. ارجوك يا رب نقيني حتى اعرف باسمك اتنقى واتطهر واحمل سر حبك. المجد لك يا ملك المجد إلى أبد الآبدين، آمين. أبانا الذي في السماوات،
ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئ نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء، مبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا إبتيسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا. فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام آمين. من معاصي الشعب تلقى بالعذاب يسوع ملقى، محتملا جلدا المرحلة السابعة. منتأمل يسوع وقع تحت الصليب للمرة الثانية. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. ربي يسوع، أنت عم تسقط تحت الصليب ونحن كرمالنا عم ننجذب صوب الأمور الأرضية، عم ننجذب صوب الكرامة البشرية، صوب الأحقاد والخصومات. أنت يا رب فضلت أنك تسقط تحت الصليب حتى تشفي نقص حبنا، نقص حبنا يلي عم بيعلمنا التخاذل، عم بيعلمنا الخيانة، عم بيعلمنا الانهزامات وراء الانهزام، قدام الإغراءات، قدام الشر، قدام الاستزلام، قدام تجارب إبليس. أرجوك يا رب علمنا نفتح قلبنا ونشوفك، نشوفك أنت إنك بعدك عم بتكمل الطريق، إنك أنت بعدك مكان في مشوار الجلجلي حتى توصل بحب كتير كبير وعاطفة كتير كبيرة وتوصلنا لمجد الأيام العظيم، تعطينا القوة العظيمة. أرجوك يا رب علمنا نعرف نرجع صوبك بحب كبير، ونعرف نرجع لبعضنا بغفران كبير، بمسامحة أكبر، بتخلي عن ذاتنا حتى حقيقة نعرفك ونحبك. يا ملك المجد إلى أبد الآبدين آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئ نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا. فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام آمين. وترى مولودا منها مائتا مفروقا على
المرحلة الثامنة نتأمل يسوع عم بيعزي بنات أورشليم. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. ربي يسوع، قديش سرك عظيم، قديش محبتك عظيمة. اجتمعوا النسوان يا رب بالشوارع حتى يشوفوا موكب الموت، بس ما عرفوا انه هذا هو موكب الحياة. ما عرفوك يا رب انك انت رب الحياة. هني عم يبكوا، هني عم يتذكروا، عم يتذكروا يسوع المعلم المجيد، وعم يتعجبوا كيف صار في هيك. ربي يسوع علمنا نبكي على ذاتنا، على أنفسنا الضايعة التايهة. علمنا يا رب، علمنا يا رب نبكي حتى نقدر نتعزى مثل ما أنت عزيت بنات أورشليم. أعطينا يا رب إنه نعرف نوقف عند عبادة مشاعرنا ونتخلى عنا. ما تسمح يا رب إنه نعبد مشاعرنا المؤقتي، مشاعرنا المتقلبة كل ساعة شكل. ساعدنا يا رب إنه نعرف نختار النصيب الأفضل، نعرف نختار صليبك ونمشي دربك وننطلق معك صوب الجلجلي. أعطينا يا رب حياة التوبة، التوبة الصادقة، لأنه مش كل إنسان بيقول يا رب يا رب بيستحق يدخل ملكوت السماوات، بل كل إنسان بيعمل بمشيئة الآب السماوي. أرجوك يا رب علمني إني أعرف أخشع وأتخلى عن كذبي وأنانيتي، تكون صادق قدام حبك العظيم. المجد لك يا ملك المجد إلى أبد الآبدين. أمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام. آمين. يا ينبوع المحبة، إن حيني منك هبة، التوجع والنحيب، أيتها أم المرحلة التاسعة، منتأمل يسوع وقع تحت الصليب للمرة الثالثة. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. ربي يسوع، تقل الصليب مؤلم، وتقل كبريائنا كبير كتير، وحبك العظيم جعلك يا رب أنت تحت الصليب تتطلع لفوق وتفكر فيي أنا بالذات وبكل إنسان، وتفكر بخلاصنا وتقول لك الواحد منا، يا ابني بتحب تتبعني عن قرب أكتر؟
افتح انجيلك واقرا واترك قلبك يرتمي على احضان الرب. وبس تحس يا انسان انه جسدك بده يخونك، اتعلم انك توثق، وتعلم اكثر واكثر انك ما تكون جبان، وثق برحمتي، وثق انه صليبي هو فداء وخلاص لك. اطلبني بثقه وانا حدك، اطلب المغفره يا ابني. العالم عم ينهار، ما في مخرج من حولك، مستحيل انك تقهر الصعوبات لوحدك. صوتك يا رب عم بيأنب ضميري وقلي اتذكر انه انا الرب المخلص لألك. انا الالف والياء، انا البدايه والنهايه، انا الطريق، انا الحق، انا الحياه. بسمعك يا رب عم بتقلي انتبه، الطريق سهل لأنه الإغراءات بتسهل طريقك، ولكن الباب ضيق للملكوت لأنه الحب بيعلمك تعرف تعطي ذاتك. بطلب منك يا رب إنك تجعلني اطلع فيك دايما، أحسن ما أغرق مثل بطرس وقت شيل نظره عنك. ما تسمح يا رب إني شيل نظري عنك للأبد. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام. آمين. إن حين أرى لقلبي يستعين بيسوع أيتها أم قديسة، اجعلي جراحا وحيدك في قلبي منطبعا. المرحلة العاشرة، منتأمل يسوع وقت العروه من تيابه وصقيه الخل والمر. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. ربي يسوع، أنت أخذت كل شيء إلنا وعروك، وعطيتنا كل شيء إلك ولبستنا ذاتك. نحن عريناك وأنت لبستنا. ربي يسوع، أيمتى يا رب رح نضل بعرينا وانت يلي رفعته، يلي رفعت العري عنا، انت يلي حملت الصليب، انت يلي جرتنا من كل خطية وحملت عنا كل العار والعهاد. أرجوك يا رب، أرجوك سيدي يسوع، علمنا بروحك القدوس إنه نتعرى من ذاتنا، نتعرى من أنانيتنا
نتعرى يا رب من كبريائنا العظيم. علمنا يا رب انه نتعرى من غيرتنا الحسودي، وساعدنا نلبسك انت الحياة والسعادة وحدك، بدونك الحياة ما بتكمل، ومعك الحياة بتنطلي صوب الأبد. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام. آمين. اجعلي أمي الحزينة أجير راحتي الثمينة، قلبنا قاسي المرحلة 11، منتأمل يسوع مسمر على الصليب. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. ربي يسوع، حبك إلنا سمرك على الصليب حتى تزيل مسمار العبودية والعار عنا، يلي كبلنا وحجز حريتنا. المسامير خزقت جسمك وسال دمك، وجعلت يا ربي هالدم عهد جديد لألنا بيننا وبينك، من دمك يا رب، من إيديك المفتوحة على الصليب ولدت الكنيسة وصار الخلاص لألنا، صار الخلاص لهالبيت، وتنشأ فينا عهد جديد، روح الحب الأبدي، لأن الحب يا رب وحده اللي بيقدس. علمني يا رب روحك القدوس، إلك بكل فخر وجدارة. سامحني يا رب أنا الخاطي، سامحني يا رب أنا الخاطي، سامحني يا رب لأني ما بستحق أن يكون إلك ابن، بس علمني إني إلك بكتير فخر وحب. أنا إلك يا رب، علمني إلك أكتر، أنا إلك وحدك يا رب. ساعدني أقدم ذاتي، ساعدني أفرح، ساعدني يا رب إني أتسمر على الصليب حتى أكون للعالم كله. ساعدني يا رب إن تكون نفسي مقدمة إلك لمجدك، تكون مقدمة للفداء، تكون مقدمة يا رب للمشاركة بفداء البشرية كلها. أنت اللي قلت لي اذهب وتلمذ كل الأمم وعمدهم باسم الثالوث. نورني يا رب حتى أكون شاهد أمين لألك. امحي عني العار والظلم، امحي عني صفة التسمير اللي عم سمرك فيها على الصليب من وراء أنانيتي، من وراء حقدي على خي الإنسان. سامحني يا رب، إلك المجد للأبد. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك
كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. ارحمنا يا رب، ارحمنا، فلتسترح أنفسي الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام. آمين. المؤمن مجروح مؤلم، وهو من أجلي تألم، أعطني منه نصيب. أيتها أم القديسة، اجعلي جراحك وحينك في قلبي منطبعا. المرحلة 12، نتأمل يسوع عم بيموت على الصليب. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. هلأ يا رب فهمنا شو معنى كلمة ما من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه. هلأ يا رب فهمنا أكتر وأكتر إنه ما في إلا الحب اللي بيخلص الدنيا، والمحبة اللي بتسامح وبتغفر. هلأ فهمنا يا رب إنه الرجاء العظيم إنه يكون في عنا ثقة مطلقة بخلاصك إلنا، ونعرف أكتر وأكتر إنه الحب بموت الذات عن أنانيتها، إنه الحب بيخلي الذات تتخلى عن ذاتها وتصير حاضرة لاستقبال مشيئتك. أرجوك ربي، أرجوك سيدي يسوع، أنت المخلص للعالم، نور العالم تيعرف إنك أنت وحدك المخلص، بدونك ما في خلاص للعالم. نور يا رب العالم كله سوا حتى يفهم إنك أنت وحدك الحياة، وحدك الطريق، وحدك الحقيقة. سيدي يسوع بترجاك اليوم، أنا بريد إني اختفي بجراحاتك، أنا مصر إني اختفي بجروحاتك يا رب، إني اشرب من دمك حتى يا رب اتحرر من ذاتي وكون خادم أمين، كون خادم ساجد على جرين أولادك اللي سلمتني إياهن حتى خلصهم بدمك وبحبك وبكلمتك. علمني يا رب إني أعرف أسجد قدام كل ولد من أولادك لأنه بيحملك. علمني اتواضع حتى أعرف أنه التواضع هو التخلي عن الذات، هو موت عن الذات، هو انطلاقة صوب المستقبل، صوب الحياة الجديدة. علمني يا رب أني حبك وحب كل إنسان على طريقي أكثر من نفسي، فوق كل شيء حتى الموت. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،
ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. ارحمنا يا رب ارحمنا فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام آمين. أشركيني في نحيبك حينما ألق حبيبك واجرحي قلبي الكائن آيتها مرحلة 13 نتأمل يسوع موضوع بحضن أم العذراء مريم ومنزل عن الصليب. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. يا رب هذا أسمى بحياتنا وأفعل عمل ضد الشر، إنه الملك، إنه الإله، إنه البي، إنه الإنسان الإله عطاياته. الإنسان الإله صار بحضن أمنا مريم العذراء حتى تعطينا إياه فداء أبدي وخلاص لكل النفوس وشفاء للأجساد وتطهير. عطتنا إياه من أجل التحرير، عطتنا إياه غذاء أبدي، جسد الطاهر للحياة الأبدية. ربي يسوع عذابين كتير كبار للغاية اتفقوا حتى يفدوني. ذبيحة جسدك على الصليب وذبيحة روحية بأمك العذراء مريم. ربي يسوع جيت حتى تنقذ العالم كله وأنكروك قدام بيلاطس. ولدت يا رب تتعطينا الحياة تتغفر حكموا عليك من دون سبب. كنت النور يا رب لألن سلموك لسلطان الظلم. ربي يسوع حملت لك الإنسان الحب جازوك بالكره والعدائية وطلب اصلبه 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 على هالأرض، كللوك بالشوك وانت كللتنا يا رب بالمجد، كللتنا يا رب الانتصار وانصرتنا على عدونا الجهنم إبليس، كللتنا بالغار والأداسي وجعلتنا مفتاح لملكوتك على هالأرض. علمنا يا رب يكون هالمفتاح الحلو نعرف نفتح قدام كل الناس بابك، لأنه بابك يا رب هو الرحمة وبابنا هو الحقد والظلم على بعضنا. بابك يا ربي هو التضحية وبابنا أنه نضحي بكل الناس اللي حوالينا تيكون نحن مرتاحين. بابك هو خلاصنا وبابنا انك تموت انت عنا وبعدنا مش مسؤولين. علمني كون مسؤول واعرف انك انت مت كرمالي وانا بدي موت كرمال اخوة الناس، موت عن ذاتي حتى افديهن بنعمتك بصليبك بدمك. أمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا
ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئ نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا إبتسامة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. ارحمنا يا رب ارحمنا فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام آمين. إلهي عبدا ذليلا أن يكون لك خليلا ناجيا من الذي آيتها أم القديسة المرحلة 14 منتأمل يسوع موضوع في القبر. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. رب يسوع شهوتي العظيمة إني أبقى معك ودايما معك ميت عن العالم. شهوتي العظيمة يا رب إني ما أعيش إلا لأجل محبتك. سيدي يسوع متعني بمحبتك العظيمة وساعدني حتى أقبل محبتك إني بادل فيها أخوة الناس. علمني يا رب أكثر وأكثر إني أعرف أوضع خطيتي، أوضع حقدي، أوضع تعبي، أوضع قلقي، أوضع كل شيء فيي بالقبر حتى أتذكر وأقول إنه أنا قوي بالذي يقويني. يسوع ليش تعبان؟ دخلك يسوع علمني، علم إخوة الناس إنه ما يتعبوا من الوجع، ما يتعبوا من الصراعات، ما يخافوا لأنك أنت اللي بتعطيهم القوة. صليبك علامة الانتصار. علمهم يا رب إنك أنت قلت لنا لا تخافوا أنا غلبت العالم. بشكرك يا رب لأنك علمتني أنتصر بوجودك بالقبر، إنك تتحدى إبليس وتتركه بالظلم وتمنعه من أنه يطلع مرة تانية على أولادك. أرجوك يا رب علم أولادك يعرفوا يبادلوك بهالحب ويمنعوا إبليس يتدخل بحياتهم. أرجوك يا رب آلامك المرة جرحت قلبي، ولكن آلامي المرة موتتك على الصليب تفديني. علمني أفدي مثلك. المجد لك يا ملك المجد للأبد آمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئ نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا إبتسامة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. ارحمنا يا رب ارحمنا فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام آمين.
إذ يموت الجسم مني بلغي نفسي التمني مجد فاتنا حبيب أيتها الأم القديسة اجعلي جراحا وحيدا في قلبي منطبعا يا شعبي صاحبي أين قد شفاه عطينا اتركيني
تباركت أيها الصليب المقدس، خشبة الحياة، هادم الضلال، وواهب العالم الخلاص. أنت راية الظفر في المعركة، بك صنعت الآيات العجيبة. إنك مبطل الذبائح ومتمم الأسرار، بك يأتينا السلام ويحل فينا الفرح، بك ترتفع الكنيسة ويصان أبناؤها، بك تتقدس أجسادنا وتتنقى نفوسنا، بك تمحى زلاتنا ويزيد برنا، بك يدرك المؤمنون الكمال، بك يتسلح الأحياء، بك يستريح الراقدون، بك نستظل في اليوم الآخر، ومعك نسير إلى منزل الحياة ونرفع المجد إلى المسيح الكلمة الذي صلب عليك، وإلى أبيه وروحه القدوس إلى الأبد. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا إنسة مريم، يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الآخرين. آمين.
قلب مبدع الكل مطعون دامي يجري منه الغفران يروي المعمورة دماغك
الطاهر أبدلت حسناك وجمالك زاهد بهاء وجهك تغير بالاستيرار نعمة صليب ربي يسوع المسيح وقوة آلامه المقدسة تبارك بيوتكم، تشفي مرضاكم، تقدس عيالكم، تشفي وطننا لبنان من الأزمة، وتبارك المسؤولين فيه. بنعمة الآب والابن والروح القدوس. وحبيبي وحبيبي سلم الموت إليك فتسلمنا حياة من جراحات يديك. كل ميت عاد حيا والتقى الكل لديك يوم أبطلت المنايا بما فوق الصليب دهر
فرشة بين البرايا، عجبا عند الشعوب وهو في البيعات حق وسلام.